أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية. هم أهل السنة والجماعة. شيخ، في مسألة السلام مع الكفار بعضهم يذكر أن هذا كفر مطلق. أنه إيش؟ أنه كفر مطلق. اللي هو السلام مع الكفار. السلام معهم؟ إيه. ولا عليهم؟ السلام عليه. يعني إذا سلمت على كافر هو لا لا معاهدة. ها؟ معاهدة معه. الصلح. بعضهم لا. نعم. يا أخي، هذه المسائل يجب أن الإنسان يتكلم فيها بعلم. يجب أن يتكلم فيها بعلم. وتعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام عاهد قريش 10 سنوات حتى نقض العهد، ثم غزاهم ففتح مكة. والصلح مع غير المسلمين، ذكر أهل العلم أنه يجوز عند العجز عن قتاله، لكن منهم من قيده ب10 سنوات، ومنهم من قال إنه يجوز غير مقيد، ثم إذا حصل للمسلمين القوة فحينئذ يغزون الكفار إلى أن يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومثل هذه الأشياء يجب أن الإنسان يتكلم فيها بعلم لا بعاطفة، وإلا فنحن نكره الكفار كلهم، ونود أن كلمة الله العليا في كل مكان، لكن يكون نتكلم بمجرد العاطفة المبنية على جهل هذا لا يجوز. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وانظروا إلى كلام العلماء السابقين في كتاب الجهاد في باب الهدنة كيف فصلوا فيها وبينوا. وأما من قال إن الصلح مع الكفار إنه كفر فهذا غلط. نعم، لو أنكر إنسان فرض الجهاد ثم علمناه بالأدلة الدالة على أن الجهاد فرض ثم أنكر فهذا هو الذي قد يقال بكفر.